إجراء جديد قررت وزارة التربية الوطنية اعتماده في إطار إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية بغرض تعميم سياسة صفر ورقة، ويتمثل في إعفاء الأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية من التصريح الكتابي على مستوى مؤسساتهم التعليمية. الإضافة الجديدة لهذا الإجراء هو صفر ورقة بالنسبة للأساتذة. طبعا العملية تتم أن كل أستاذ يرغب وتتوفر فيه شروط المشاركة في الولوج إلى فضاء الأستاذ والتسجيل في هذا الفضاء أو في هذه الأرضية الرقمية الخاصة بوزارة التربية لا غير. إجراء يشمل كذلك الراغبين في الإحالة على التقاعد أو الاستداع، بعدما سمحت رقمنة الحركة التنقلية بالقضاء على عديد التجاوزات التي شابت هذه العملية. طبعا كل من له في تاريخ بتاريخ 31/2024 60 سنة فما أكثر فله الحق أن يسجل في هذا الفضاء بالنسبة للأساتذة للإحالة على الاستدعاء أو على التقاعد. عملية الرقمنة يعني أعطت طابع شفافية و يعني اتضحت الرؤية في عملية التحويل. وزارة التربية الوطنية حددت أجل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني حصرا المخصص لهذه العملية في أمد أقصاها 10 فبراير المقبل بالنسبة للأساتذة، والـ15 فبراير بالنسبة لمديري المؤسسات التربوية.